في هذا العيد أراد المشرق مساعدة الأطفال على استمرار العيدية رغم وجود الجائحة، وهذا كان سبب حرصنا على ابتكار جهاز للصراف الآلي الخاص بالعيدية، طريقة آمنة لإرسال الأموال من الكبار للصغار وتأكيد لعاداتنا وتقاليدنا المستمرة، وهنا سنشرح كيف تستخدمه. قم بزيارة مشرق.com/عيدية، اختر طريقتك المفضلة في إرسال الأموال، أدخل البيانات الخاصة بك بالإضافة إلى بيانات الشخص المرسل إليه، اجعل عيديتك مميزة وقم بتصوير معايدة خاصة. اتبع هذه الخطوات وفي وقت وجيز سيشاهد أحباءك معايدتك الخاصة بالفيديو بالإضافة لعيديتهم التي يستطيعون استلامها من أي جهاز صراف آلي للمشرق في المنطقة، أو يتم تحويلها لحسابهم البنكي في أي مكان في العالم حسب الطريقة التي تختارها. ولتكتمل تجربة لن ينسوها أبداً، يمكنهم زيارة أحد أجهزة الصراف الآلي المصممة خصيصاً للعيدية. نشكرك على مساعدتنا في الحفاظ على هذا التقليد الجميل.